أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، مثل قطع الحبل. الحبل يسمونه نائب فاعل، نائب فاعل، ليس هو الفاعل، هو بالعكس هو الذي قطع، فيسمونه نائب فاعل أو لما لم يسمى فاعله. ولا بد أن يكون الفعل الذي قبله مضموم أوله مكسور أوسطه. أطيع، أكل الطعام، أكل ضم أوله كسر أوسطه أو خفض أوسطه، والطعام رفع الطعام وهو نائب الفاعل. مزج الماء، وقس عليها، هذا ما يسمى عند أهل العلم بنائب الفاعل. نعم. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. نعم، هذا ظاهر في المضارع، يكرم زيد، أكرم عمرو، وهكذا، مع أنه هو في الأصل مفعول به، في الأصل هو مفعول به، لكن لما صار الذي قبله مضموم الأول مكسور الثاني أو الأوسط فصار نائبا للفاعل. نعم. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربن. نعم، كل هذه لم يذكر نائب الفاعل، لم يذكر نائب الفاعل، وإنما أتي بالضمير، أتي بالضمير، فنائب الفاعل هنا مضمر لم يذكر. نعم. طبعا المهم من هذا أن نعرف أنواع المرفوعات، يعني طالب العلم ينبغي أن يعرف أنواع المرفوعات، يعرف ما هي الكلمات التي ترفع وتنصب وتجر وتجزم، يفرق بينها، ويعرف هذا الإعراب أحيانا يكون بالحركات أحيانا يكون بالحروف، وما هي الكلمات التي تعرب بالحركات وما هي الكلمات التي تعرب بالحروف، وهكذا. هذا هو المطلوب منك ابتداء. نعم.